علامه التمرين على المواصفات بقول لك ايه؟ اذا كان الف بتساوي الف س ص، الف في المساله رقم 6 في المقال، الف بتساوي الف س ص، يعني دي مصفوفه وده صف وده عمود. ماشي. طيب وبعدين قال لي ايه؟ مديني السين كده بتنتمي بايه؟ لواحد واثنين وثلاثه، يعني السين ممكن تاخد قيم واحد واثنين وثلاثه. طيب والصاد بتاخد قيم ايه؟ بتاخد قيم واحد واثنين وثلاثه برضه. وعاوزني انا اجيب المصفوفه. عاوزني انا اجيب المصفوفه، ماشي، المصفوفه ده اسمها الف. مفيش مشكله. طيب طالما السين واحد واثنين وثلاثه والصاد واحد واثنين وثلاثه، هو عايز يقول لي ان المصفوفه دي عمودهم 3 في 3. المصفوفه دي عمودهم 3 في 3. يعني كده، يعني المفروض انها الف 3 3. يعني ايه عمودهم 3 و3؟ يعني عندها 3 صفوف في 3 اعمال. طب اهو ما انا راسم شكل المصفوف اهو. وسهل ان ارسمها بسرعه. شكل المصفوف ازاي؟ اهو. اقول الف 1 الف 1 الف 1. بص. فانتم كاتب 1 2 3. طيب هنا الصف الثاني الف 2 الف 2 الف 2. انتم حاطط 1 2 3. الصف الثالث الف 3 الف 3 الف 3. عندهم حاطط 1 2 3. بس كده رسمنا شكل المصفوف. طب نيجي نبص هو طالب ايه بقى؟ بيقول لي المصفوفه الف س ص بتساوي ص مقسمه. دي معلومه مهمه جدا. المصفوفه الف س ص بتساوي ص مقسمه. ص مقسمه. يعني الف ص عين، يعني الصف والعمود. بس كده، ما ص وس اهو. يعني عايز اقول لك اطرح ده مصدر بس. يعني عايز تطلع بقى قيمه العناصر دي. ما هو ده ده طبعا ده صف وده عمود. طيب يعني عايزين نقول العنصر ده يطلع ازاي؟ اهو بص طلع قيمته ازاي؟ هو بيقول لك اهو، بيقول لك ان انت عشان تجيب قيمه العنصر ده اطرح الصاد ناقص السين، يعني اطرح ده ناقص ده، واحد ناقص واحد يبقى صفر. هو اللي قال اهو، قال لي الف س ص، يعني واحد زي ده مثلا الف س ص، لو قعدنا في القاعده دي بص صاد ناقص السين. يعني انا لما اقول مثلا الف واحد واحد، كانك عوضت عن السين بواحد وعن الصاد بواحد. طب اطرحهم من بعض اهو، يبقى واحد ناقص واحد يساوي صفر. طب لو هجيب مثلا الف واحد اثنين اهو، الف واحد اثنين، يبقى انت عوضت عن السين بواحد وعن الصاد باثنين، يبقى عندك اثنين ناقص واحد هيدي لك واحد، وهكذا. يعني من الاخر عايز اقول لك عشان تجيب العنصر اطرح ده ناقص ده، الثاني ناقص الاول. اللي عرفك الثاني ناقص الاول هو اللي قال اهو صاد ناقص سين، وهو مرتبها لي سين صاد، يبقى ده هيبقى واحد. سؤال جميل جدا طبعا. وده يبقى 3 ناقص 1 يبقى 2، وده يبقى 1 ناقص 2 يبقى سالب 1. خد بالك لان هو قال الثاني اللي ناقص الاول. طب 2 ناقص 2 0، 3 ناقص 2 1. طب هنا 1 ناقص 3 سالب 2، 2 ناقص 3 سالب 1، 3 ناقص 3 0. فاحنا كده جبنا المصفوفه الف. طيب هو عايز ايه بقى؟ يقول لك هات لي الف مدور او مدور الف. مدور الف بسيطه جدا، كل ما عليا ان انا اعمل ايه بس؟ الصف ده قوم قلبه عمود. الصف ده قوم قلبه عمود. الصف ده قوم قلبه عمود. سالب 2 سالب 1 صفر. بس خلاص على كده يبقى انا جبت. رقم 11 في الكتاب المعاصر جايب لي ايه؟ جايب لي كده 8 اهو، 8 و15 سالب 1 وعين زائد صاد. هنا هي مش صعبه قوي، بس انا بقول عشان فيها كذا كذا حاجه ايه؟ شغل يعني س تربيع ناقص واحد بحيث ما فيهاش حاجه توقفها. وادي ص وادي 8. طب انا كل ما عليها يا جماعه اساوي كل عنصر بنظيره. نظيره ازاي؟ يعني ال 8 هيساوي لام 3 او لام كي، او 8 هيساوي لام كي. طيب بالنسبه لل 15 هيساوي س تربيع ناقص واحد. ممكن انت بقى تقول 8 هتساوي لام كي، خلي دايما الحرف هو اللي على اليمين والرمز ولا عشية، العدد ولا عشية. هنا ممكن اقول س تربيع ناقص واحد يساوي 15. طب هنا ممكن اقول ايه؟ الصاد يساوي سالب واحد. يعني انت كأني عندك اربع معادلات دلوقتي، كل واحد يساوي نظير. طب هنا الاخيره بدل ما اقول 8 يساوي عين زائد صاد، بقى اقول عين زائد صاد يساوي 8. اهو بس. وابتدي بقى اعمل ايه بقى دلوقتي؟ احل كل واحده منهم واطلع اجابتها. يعني دي هاخد الجذر التكعيب، كل واحده بقى لها نظامها. فدي هتبقى لام يساوي 2، ما انت عشان تشيل التكعيب تعرف الجذر التكعيب. طب دي لها نظام تاني خالص، دي معادله تربيعيه، ودي الواحد الناحيه دي
15 زائد 1 يعني س تربيع تساوي 16. ارجع اعمل الجذر، ما انساش طبعا ان الجذر بحط موجب او سالب، يبقى س تساوي موجب او سالب 4. دي خلصانه ص بسالب 1. خدوا بالكم بقى ان انا ممكن اخد واحده، يعني دي فيها عين زائد ص، دي عين زائد ص. واحد يقول لك بس ده مجهولين. اه طب انت عندك ص بسالب 1 اهو، يعني مفيش مانع يا جماعه ان انا اخد من دول. انا هنا ما اقصدش كده، ناخد من دول ونعوض هنا عادي، يعني المعادلات كلها بتخدم بعضها طالما هم نفس المساله، مفيش مانع ان ناخد من هنا واسمع عوض هنا، اخد من هنا واعوض هنا عادي، مفيش اي مشاكل معايا. طيب يبقى ص بسالب سالب 1 نعوض، يبقى عين زائد سالب 1 اللي هي عين ناقص 1 تساوي 8. خلاص ص بسالب 1 ايه؟ موجب سالب طبعا مساله، هنودي الواحد للناحيه دي، يبقى عين بتساوي 8 زائد 1 يعني عين بتساوي 9، عين بتساوي 9. السؤال 13 في المعاصر ده رقم 3، السؤال قوي شويه. بص كده عامل لي ازاي اهو، سؤال 13 مساله رقم 3 جايب لي المصفوفه الف زائد ب، وهنا الف ناقص ب، وهنا المصفوفه الف زائد ب زائد ج، وهنا المصفوفه الف ناقص ب زائد 2 د. العنصر ده الف، ده الكلام ده بيساوي مين؟ يساوي 9 سالب 3 7 5. خد بالك بقى من النقطة دي. هو هنا جايب لي يا جماعة، لو أنا جيت أساوي بقى الحاجات، أول معلومة أ زائد ب، أنا ممكن أساويهم زي معادلات تحت بعضها كده وأبقى كده بشتغل فيهم. أ زائد ب تساوي 9. دي أول معلومة. طيب المعلومة الثانية، حتى نفصل بينهم حتى كده أو فاصلة أي حاجة. المعلومة الثانية هيبقى ألف ناقص ب بتساوي سالب 3. بصوا طيب المعلومة الثالثة، ألف زائد ب زائد ج بتساوي 7. المعلومة الرابعة إن ألف ناقص ب زائد 2 د بتساوي 5. كل واحد بيساوي قصاده. هي القصة في المسألة مسألة مش صعبة، بس هي القصة بقى في إيه؟ إن دلوقتي دول مجهولين، أنت ما ينفعش تحل معادلة في مجهولين إلا لما يكون معاها معادلة ثانية فيها نفس المجهولين. يعني انا مش هينفع احل دي لوحدها. واحد يقول لك ما انا اقول القلب باربعه والبي بخمسه، طب مش عرفنا ما يمكن القلب بثلاثه والبي بسته، هو ثلاثه وسته تسعه، ما يمكن القلب بصفر والبي بتسعه. فالحل الوحيد ان احنا نعمل ايه يا جماعه؟ ناخد الاثنين دول نحلهم معادلتين اليتين زي ما كنا بناخد فين؟ في ثالثه اعدادي. يبقى ا زائد ب تساوي 9، دي معادله، وهنحط الثانيه دي تحتيها. لان دايما يا جماعه في قاعده في الرياضيات بتقول عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل عشان تقدر تحل. يعني ايه عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل؟ انت عندك دلوقتي مجهولين الف وب، في يلزمك معادلتين عشان تعرف تجيب الالف والب، وفعلا اهو معادلتين، لكن معادله واحده مش هتعرف تجيب الالف والب، مش هتعرف تجيب الالف. طب انا كده احل المعادلتين دول ازاي؟ انت ممكن تحلهم ايه؟ المهم حاول تضع لي الالف او تضع الب. طب ما انت لو جمعت المعادلتين، بص كده، لو انت جمعت ألف وألف يديك 2000. مش عارف تربيع بقى، خد بالكم لما بجمع المعاملات، ألف وألف 2000. طب موجب ب وسالب ب هيجيبوا مع بعض، 9 ناقص 3 هيديني 6. كده بقى العملية صفصفت على إيه؟ هو مجهول واحد اللي هو ألف. يبقى دايما أنا في المعادلتين مع بعض بحاول أضيع مجهول، أنا ضيعت الب، فضل لي مجهول واحد اللي هو الألف، فأقدر أجيبه بقى كده. ما أنا لو وديت الاثنين دي بالقسمة يبقى الألف بتساوي 3. طب كده احنا جبنا الالف، عايز بقى تجيب البيت، عوض في اي معادله؟ عوض في الاولى دي خالص. طب يبقى ايه؟ طب ما انت بتقول الف زائد ب تساوي 9، يبقى 3 زائد ب تساوي 9، ودي ال 3 بعكس الاشاره، يبقى البيت هتطلع بكام يا جماعه؟ 9 ناقص 3 6. يبقى كده احنا جبنا الالف وجبنا ب. طالما جبنا الالف وب هيحلوا لي ان شاء الله مشاكل كتير جدا، لان هو مثلا هنا تعالى بقى المعادله الثالثه دي، يعني كده المعادلتين دول خلصنا منهم واستفدنا منهم وطلعنا الف دي. حلو، تعالى بقى انا وصلت اخر معلومه، ان الالف ب 3 وان ال ب بكام؟ ب 6. كويس. طب تعالى المعلومه اللي بعدها، بيقول لي الف زائد ب زائد ج تساوي 7. طب ما هو الالف ب 3، عوض بقى، انا قلت ان حقنا بقى ان المعلومات اللي طلعناها من اي معادله نعوض بقى في المعادلات الثانيه عادي. يبقى 3 زائد 6 زائد ج تساوي 7. 3 و6 9 زائد ج تساوي 7، ودي التسعة بعكس الإشارة،
يبقى 7 ناقص 9 كده المساله تعتبر حل، طالما انا طلعت الف وب اتحل ان شاء الله. ليه بقى؟ لان المطلوبين التانيين او المعادلتين التانيين فيهم الف وب. هو انت دلوقتي انا لسه بقول عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل، طب انت عندك دلوقتي 3 مجاهيل، انا قدامي حاجه من الاثنين، يا تكون مديني 3 معادلات زي دي كده فيهم الف وب وجيم عشان اقدر اجيبهم، يا تكون مديني الالف والباء بكام؟ قال لك لا انا مديك الالف والباء بكام اهو، او انت طلعته خدهم بقى عوض بيهم في دي هات الجيم، وخدهم عوض بيهم في دي هات الدال اهو. هو الالف والباء ثابتين معاك كل مساله تمام، برضه الالف ب3 والباء ب6، ولو انت عاوز الجيم كمان محتاج نعوض بيها موجود عندي. يعني اقصد ان اللي احنا بنطلعه هنا يا جماعه مش ملوش علاقه بده، لا انت ممكن تاخد من ده تعوض في ده عادي عادي جدا، لانها مساله واحده. الألف ب3 ناقص ال ب6 زائد 2 د يساوي 5. طب ما 3 ناقص 6 سالب 3 زائد 2 د يساوي 5. هو واحد يقول لي سالب 3 زائد 2 يدينا سالب 1، لا لان ده ما عندوش د وده عنده د، ودي السالب 3 هنا كده يبقى 2 د تساوي 5 زائد 3 يعني 2 د تساوي 8، يبقى الد تساوي كام؟ ودي 2 بالاس الاس ما تطلع الضرب 4 كده جبنا له 1000 جنيه. بعد ما طلعه ممكن يطلب مني مثلا يقول لي ايه؟ طب هات لي الف زائد ب على 2 ج زائد د، مش معوض بقى بالقيم اللي انا طلعتها. يعني ممكن بعد ما اخلص المساله يقول لي طب هات لي مش عارف الف زائد ب على 2 ج ناقص د مثلا. طب انا عندي كل حاجه بقى دلوقتي الحمد لله، الالف بكام؟ ب3 والب ب6 على 2 ج، تعويض بقى بالج بسالب 2 ناقص د اللي هي ب4، واطلع له الاجابه دي كلها بالالف خلاص. ده لو طلب حاجه يعني، هو ما طلبش، هو كان عايز بس قيمه المجاهيل دي بس. نشوف المساله رقم، مساله رقم 14 دي مساله جميله جدا، ربط الترم الاول بالتاني اهي على نجمه اهي. بيقول لك ايه بقى؟ زاتا س زاتا 60، اعمل هنا زاتا 60 جتا 30 زاتا 60 هنا خدوا بالكم من المصطلحات، تا 60 قتا 60 اوكي جا 30 تمام يساوي، وبعدين امتين هنا جذر 3، وقال لي هنا ده تلت 2 جذر 3 على 3. بص بقى المسألة دي ميزتها شاملة كذا حاجة في بعض، شاملة موضوع المادة كمان، أو عامل إيه مادة هنا كده مدورة، وشاملة مجاهيل وشاملة كل حاجة، فمسألة جميلة جدا يعني. واحد وانا جاز تدعي شاملة مثلثات مع جبر. فطبعا كل الناس اول ما شاف المسألة دي قال لك ايه؟ طب انا دلوقتي هساوي زلطة 60 يعني بتلت؟ لا انا لازم ابص لنظم المصفوفة الاول يا جماعة. النظم هنا غير النظم هنا، النظم هنا ده صفين في 3، لكن النظم هنا 3 صفوف اهو في 2، ما ينفعش كده سيبهم ببعض، ده لازم تكون نفس النظم 2 ب 3. عشان كده قال لك كلمه ماد، ده مش ماد بس كمان وخلاص، ده ماد وبيقول لي بيقول لي اضرب جذر 3 في اللي يطلع. بص شايف جذر 3 اللي بره دي، اضربها في اللي يطلع. فاحنا ممكن نعمل حركه عشان ما نلخبطش نفسنا، احنا نضربها بجذر 3 الاول وبعدين نبقى ايه؟ نبقى اللي يطلع نعمل له مدور يعني. بص يبقى جذر 3 لو ضربت في كل ده هتديني ايه؟ اهي او عايز تدورها الاول بقى تضربها في جذر 3، هي مش فارقه اهي، ادي جذر 3 ودور لي دي، يعني الصف ده هيقلب عمود دول، ودي 2 جذر 3